ازيكم، انا جورجيوس وده الفيديو الثالث لشابتر 4 في كتاب كارولين. لو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هتلاقيهم في الوصف تحت. اول حاجه احنا هنتكلم عن الميكانيكال بيهيفير اوف نون كونتراكتايل تيشو. النون كونتراكتايل تيشو بيعتمد على ثلاث حاجات. اول حاجه نسبه الكولاجين والالاستين فايبرز، ونسبه البي جي اس والستراكشر اورينتيشن. بمعنى ان الكولاجين فايبرز لو موجود بنسبه كبيره يبقى هتستحمل تنسايل فورس عاليه، ولو البي جي اس موجود بنسبه اكتر يبقى هتستحمل كومبريسيف فورس اعلى. بالنسبه بقى للاورينتيشن، الاورينتيشن في التندون بيبقى بارلل للمسل، فبالتالي بتستحمل تنسايل فورس عاليه، على عكس في السكن بيبقى راندوم. الراندوم اورينتيشن ده بيستحمل لي كومبريسيف او تنشن عالي. اما بقى الليجامنت فهو مالتي دايركشنال، وبالتالي هو بيستحمل مالتي دايركشنال فورس. بصيت لك بعد كده ان الميكانيكال بيهيفير دي ممكن تتحدد بحاجه اسمها ستريس سترين كيرف. الستريس سترين كيرف ده بيعتمد على السترينس بروبرتيز، خصائص القوه بتاعه التيشو دوت، والستيفنس والاماونت اوف انرجي اللي ممكن يستحملها قبل ما يحصل له فيلير. طيب ايه الفرق بين الستريس والسترين؟ الستريس ده الفورس اللي بتاثر على الحاجه، السترين ده النتيجة بتاعت الفورس دي او الديفورميتي اللي هتحصل نتيجة الاسترس اللي حصل ده. طيب نشرح كل منطقة في الاسترس سترين كيرف ده ببساطة. اول حاجة منطقة التو رينج، التو ريجون. التو ريجون دي اول ما بيبدأ يتحط تحت استرس، اول خالص في البداية خالص دي اللي بيبقى فيها الكولاجين فايبرز بتبدأ يحصل لها ستريتنج. بعد كده منطقة الالاستيك رينج، منطقة الالاستيك رينج دي اللي بدأنا نزود بس الفورس اللي احنا حطيناها. احنا بنتكلم دلوقتي على فورس زي مثلا الاستريتشنج لاننا بنزود التنسايل فورس. في منطقة الالاستيك رينج دي بيبدأ برضو يزيد التنشن اللي موجود على الفايبرز. من اول النقطة اكس تبدأ يتكسر الكولاجين اللي موجود، يبدأ يحصل له فيلير. الكولاجين فيلير اللي بيحصل ده يديني بيطلع لي هيت ويزود لي اللينس، بحيث ان انا بعد ما اخلص واشيل ايدي الفايبرز تبدا يحصل لها لينسنج ويفضل. لو انا في منطقه الالاستيك رينج، لو وصلت المرحله دي وبعد كده رجعته تاني يبقى المسل هتفضل في نفس اللينس. من اول نقطه اكس لغايه النيكنج بيبدا يحصل فيلير في الكولاجين، وبالتالي بيبدا يحصل لي لينسنج اكتر واكتر يطلع لي هيت. اما بقى منطقه النيكنج بيبدا يحصل بقى توتال فيلير، بيبدا بيحصل كويكلي، بحيث ان انا في المنطقه دي المفروض ان انا ما اوصل لهاش. لو وصلت لها يبقى هيبدا يحصل سترين، اللي هو اصلا يعني اللي هو يحصل مصل سترين او الفايبرز او التيشو عموما يحصل لها سترين. ايه بعد كده اقسم لك عملها لك جريدز اوف ليجامنت انجري او اللي هو السترين. بمعنى صح الفيلير ده في جريد 1 اللي هو مايكرو فيلير، جريد 2 ماكرو فيلير، جريد 3 كومبليت رابشر اور تيشو فيلير. بمعنى صح جريد 1 مايكرو فيلير ده بيحصل في بدايه البلاستيك رينج، بيبدا الكولاجين فايبرز يحصل له فيلير، حاجات بسيطه سمول فايبرز او قليلين جدا. جريد 2 بقى بيبقى اكتر من كده، بيبقى عدد الفايبرز اكتر. جريد 3 اللي هو في مرحله النيكنج بيبدا ان المسل كلها تتقطع في منطقه معينه. هنتكلم بعد كده عن التايم والريت انفلونس التيشو ديفورميشن، يعني تاثير الريت والتايم. اول حاجه الريت بيقول لك انك انت ما ينفعش انك تطبق اللود بتاعك بسرعه، يعني ما ينفعش. احنا دلوقتي بنتكلم على الاسترتشنج، يعني بنتكلم على التنسايل فورس، يعني ما ينفعش تمسك المسل هوب تعمل الاسترتش كده بسرعه. لا، قال لك في الحاله دي المسل هتحاول تبروتكت نفسها انها يعني كانه واحد كده جاي يقطعها، هو ده اللي بيوصل للدماغ، فبالتالي تروح تبقى ستيفر اكتر. يعني انت المفروض انك انت بتفك المسل، لا انت كده هتزود الموضوع اكتر. فالحل انك انت تعمل ابلايد الموضوع ده بالراحه، الريت بتاعك يبقى بالراحه، تبقى بشويش تطلع بالمصل كده بالراحه خالص. بعد كده قال لك الكريبنج، الكريبنج ده التايم. بمعنى صح كل ما هتزود التايم، يعني انت هتعمل الاسترتش بتاعك، الاسترتش بتاعك ده انت هتوصل للماكسيمم رينج اللي انت عايزه، اللي انت شايفه كويس، اللي هو في هنا قال لك في الالاستيك رينج مش في البلاستيك رينج. بمعنى صح عشان مش عايزك تعمل اي فيلير في الكولاجين. طيب انت دلوقتي هتوصل للالاستيك رينج، هتمنتين
الوضع بتاعك ده لمدة طويلة، يعني sustained، يعني maintained الاسترتش في الفترة دي، بيحصل slowly elongation. تمام، طول الفترة دي بيحصل slowly elongation. ده كمان بيظبط لك الاورينتيشن بتاع الكولاجين فايبرز، وبيعمل بيظبط لك الووتر اللي سراوند التشو. بعد كده الستريس ريلاكسيشن، بيقولك انك لما بتحط اللود بتاعك، يعني انت هتاخد الماسل في الاتجاه بتاعك وتوصل في الالاستيك رينج، في الوقت هتلاقي البيشنت بيصرخ او متضايق، او متضايق من الاحساس بتاعه. مع الوقت قالك هيبدأ يحصل ريلاكسيشن، هيزيد التنشن اللي هو التنسايل فورس اللي انت حاطه ده، هيخف عليه، فهيحس ان لا انا كده تمام عادي. في البداية بس اللي هتبقى متنشنة عشان المصل بس صعبة، بعد كده هيبدأ يحصل لها ريلاكسيشن. بعد كده السايكل كلودنج اند كونكتيف تيشو فاتيج، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الناس اللي بتعمل ريبيتيشن كتير، الناس دي معرضه ان يحصل لها فيلير، وممكن توصل كمان لستريس فراكشر. الناس دي اللي بتعمل جريتر ريبيتيتيف لود، الريبيتيشن بتاعها كتير، زي الناس اللي بتعمل رياضات معينه، زي الناس اللي في الجيش اللي بتعمل تمارين كتير وبيتعبوهم، ده بيوصل معاهم لمرحله الستريس فراكشر. في حاجات بقى بتأثر لي على الكولاجين اللي موجود جوه التيشو ديت، هي اللي بتعمل لي مشاكل، زي مثلا الامبولايزيشن، الناس اللي ما بتتحركش، او الناس اللي على السرير، او الكلام ده كله. الامبولايزيشن ده بيخلي لي ويك بوند بتوين النيو كولاجين فايبرز، ده الويك بوند، وحاجات تاني كتير بتعمل لي، بمعنى اصح بتضعف لي التنسايل فورس، بتخلي المسل او التندون او الحاجه دي تقصر. بالظبط كده، هي اللي جت في دماغك انك انت دلوقتي ما ينفعش انك تعمل له ستريتش وتقول له لا خليك قاعد في السرير، لا لو هو يقدر يتحرك يبقى يا ريت كده، هو هيساعدك ان هيجي لك المره اللي بعدها لا ما في المصل شغاله وزي الفل، طول ما هي بتتحرك يبقى البوند بتوين الكولاجين فايبرز اللي بتتكون دي شغاله وقويه، يبقى التنسايل يبقى هي هتستحمل تنسايل فورس، يبقى مش هتبقى شاده بمعنى صح. نفس بالظبط الافكت اوف ان اكتيفيتي، ان اكتيفيتي يعني حركته مش قوي، زي بالظبط الموبلايزيشن او حاجه بسيطه منها. يعني الافكت اوف الايج، بيقولك ان الايجنج بيقلل الماكسيمم تنسايل سترينث اللي ممكن التشو يوصل له. حاجه كمان ان هو ذا ريت اوف ادابتيشن تو لودنج از سلوور، ان هو يتعود، بمعنى صح انت لما تيجي هتعمل سستيند، السستيند بتاعك لو 30 ثانيه، هنا انت محتاج وقت اطول، لان هو مش بيتعود على، مش بيحصل له ادابتيشن بالدرجه اللي هي اللي انت متوقعها زي البني ادم اللي في سن 20 ل 25. تمام، كمان حاجه ان هو انكريز تندنسي فور اوفر يوز سيندروم، بمعنى صح ان هو اقل شويه الحركه الكتير ممكن تعمل له اللي هو الريبيتيتيف موفمنت، ممكن تعمل له فاتيج بسرعه جدا، وكمان بتوصل انه يحصل له تيرز وستريتشنج. عشان كده لازم تشتغل معاه جنتل، ما تجيبش الرينج لغايه اخره، تخليك يعني كويس معاه كل ما هو يكبر في السن اكتر. طيب امال تاثير ايه بقى الكورتيكوسترويد؟ ايه ده، ايه لازم، ايه موضوعها؟ الكورتيكوسترويد بقى بتقلل تكوين الكولاجين فايبرز الجديد. تمام، دي حاجه. كمان التايب 3 كولاجين الحلو اللي شغال معانا بيتحول لتايب 1، وده مش كويس. تمام، يبقى احنا دلوقتي لما يجي لنا واحد بياخد كورتيكوسترويد بسبب اي مشكله، نبقى عارفين الموضوع ده، نبقى عارفين اننا لما هنعمل له ستريتش مش هيجيب النتيجة اللي انت شايفها او اللي انت متخيلها، هيبقى عايز استرتش كتير علشان الكولاجين فايبرز بتاعته مش موجودة اللي هي بتديني التنسايل فورس. اخلي بالي انا وبشتغل معاه كأنه ايجينج، ويمكن اصعب. الافكت ان الشخص ده بيحصل له هيلينج، او اتجرح، او حصل له انجري، او بعد العملية، قالك اللي بعده بيبقى التايب 3 كولاجين بيبقى ضعيف، بينما ان هو بعد فترة بيبقى بيتحول لتايب 1. تايب 1 ده اللي هو ده في اثناء فترة الريمودلينج. تمام، تايب 1 اللي احنا قلنا عليه ان هو مش بيبقى شغال معنا كويس، بمعنى اصح. نتكلم بعد كده على الميكانيكال اند فيسيولوجيكال بروبرتيز اوف المسل تيشو. المسل تيشو الميكانيكال بتاعتها ريسبوند تو الستريتش. اول حاجة الريسبوند تو ستريتش، قالك لو اشتغلت في الالاستيك رينج فالمصل هترجع لللينس الطبيعي بتاعها اللي كانت فيه، يعني انت ما غيرتش حاجه.
لكن لازم تشتغل في البلاستيك رينج لمده فور لونج تايم، يعني تعمل سستيند في الاخر علشان المصل يحصل فيها لينسنج. يعني الكلام اللي كان بيقوله في الكريبنج، تمام، انت معلش مش هتشتغل في اللاستيك، لا انت هتشتغل في البلاستيك. طب هو كل شويه يقول لي كلمه، لا هو بيتكلم دلوقتي على المصل، ركز على المصل. الاول كان بيتكلم في النون كونتراكتايل تيشو، يعني كان بيتكلم في كل التيشوز، لكن انت دلوقتي بتتكلم على المصل بالذات. بتتاثر بايه؟ بالبلاستيك رينج فور لونج ديوريشن. ايه الافكت بتاع الاموبلايزيشن؟ الاموبلايزيشن ده قال لك ان هو بيأثر على المصل بان البروتين بيقل، بالتالي بيقل المصل فايبرز ديامتر، فبالتالي بيحصل اتروفي اللي هو ضمور العضلات. ضمور العضلات ده بيحصل اكتر ايه معاه؟ بيحصل معاه فايبرس تيشو وفاتي تيشو بيوجدوا جوه المصل اللي هو بدايه الكونتراكشر، تمام. يبقى احنا دلوقتي لما هنيجي نشتغل على المصل ونعملها ستريتش، المصل بتاعتنا نتوقع انها لو بقالها كتير قوي ايموبلايزد، يبقى المصل دي داخله معايا في فايبرس تيشو، يعني الفايبرس تيشو بدات تتكون. يعني انا ممكن ابقى لما اشتغل في البلاستيك رينج يبقى انا بكسر في الفايبرس تيشو دي. حاجه كمان مهمه ان دي بتحصل اسرع افكت اوف ايموبلايزيشن، بيحصل اسرع في السلو تويتش مش في الفاست تويتش، في سلو تويتش. بمعنى اصح لو جالك واحد سبرينتر حصل فيه ايموبلايزيشن، حصل له ايموبلايزيشن يعني فضل في العنايه فتره طويله، ده اكتر عرضه ان يحصل له المشاكل دي كلها اكتر من الناس اللي شغاله بادي بيلدينج. طيب بالنسبة للنيورو، النيورو بيتأثر ازاي بالاستريتش؟ قالك عندي حاجتين، حاجة اسمها مصل سبندل وحاجة اسمها جولجاي تندون اورجن. المصل سبندل دي detect and convey information about the muscle length change and the velocity of this change، يعني بتوصل للدماغ الفيلوسيتي اللي انت عملتها في تغيير الحركة، يعني عملت الاستريتش ده سريع ولا بطيء. الجولجاي تندون اورجن قالك ايه؟ قالك انها دي بتبقى موجودة حوالين الجنكشن اوف الاكسترا فيوزال مسل فايبرز، تمام. الفانكشن اوف الجولجاي تندون اورجن دي بتعمل مونيتور تشينج في التنشن اوف المسل تندون يونت. بمعنى اصح هي بتعمل ايه؟ المسل الجولجاي تندون اورجن دي بتشتغل، تروح لما انت بتعمل الاسترتش، اول ما بتعمل الاسترتش ده وين مسل تنشن ديفلوب، الجولجاي تندون اورجان تروح تعمل انهيبيشن للالفا موتور نيورون اكتيفيتي اللي هي اصلا بتزود التنشن، كده هي هتقلل لك التنشن. طيب لكن في مشكله فيها، انك لو ريسبوند تو هاي ليفل اوف المسل تنشن، لو شديت قوي بتعمل بروتكتيف ميكانيزم فور المسل بان بتشد المسل تاني، بتعمل كونتراكشن كونتراكشن جامد، وهي دي اللي بتعمل الستيفنس نتيجة انك عملت الستريتش بتاعك بسرعة او بهاي هاي ليفل، يعني زودت الموضوع قربت توصل للفيلير اللي هي منطقة النيكنج. طيب ايه بقى النيوروفيسيولوجيكال ريسبونس تو المسل ستريتش؟ احنا قلنا في شرحنا الحاجات دي، احنا قلناها ان بيحصل الاسترتش ريفليكس لو انت اشتغلت بسرعة، المصل يحصل لها سبازم علشان تعمل بروتكتيف، اوتوجينيك انهيبيشن ان بيحصل الجولجاي تندون اورجان بتعمل انهيبيتوري افكت، وده شرحناه بالتفصيل. بعد كده راح قال لك ايه، في حاجة اسمها ديترمينانتس اند تايبس اوف ستريتشد اكسرسايز. Determinants of stretching intervention، هو بيقول لك ازاي تشتغل stretching بالظبط، يعني بتبص على الالاينمنت بتاع البوزيشن بتاع البيشنت، بتعمل stabilization، الانتنسيتي اوف الستابلايزيشن يعني بتاعك بيكون فين، الانتنسيتي بيبقى ازاي، duration، السبيد اوف stretch، الفريكوانسي اوف stretch، المود اوف stretch، الحاجات دي كلها هو ده اللي اسمها determinants of stretching intervention. حاجة الالايمنت، الالايمنت في المثال اللي قدامك ده هتلاقي ان البيشنت بيعمل ستريتش للريكتوس فيموريس، الريكتوس فيموريس بتعدي على تو جوينتس الهيب والني، فقال لك المفروض انك انت وبتعمل الستريتش بتاعك تركز على البوزيشن بتاع البيشنت. بمعنى هتلاقي في الناحية اللي فيها اللي هي الاي هتلاقيه واقف اكستنشن هيب فليكشن ني، لكن في الناحية اللي هي بي هتلاقيه عامل فليكشن هيب. الفليكشن هيب ده بيقلل لي الستريتش بتاع المصل، يبقى انا كده شغال غلط، يبقى هو ده الالاينمنت. كمثال اتنين
قالك ان الشولدر لما تيجي تحسن الرينج بتاع الفليكشن لازم يكون البوزيشن بتاعه يبقى اريكت في السباين، بمعنى اصح الهيد تبقى على مستوى السباين، على نفس الالاينمنت بتاع السباين وكذلك الثراسك. لكن في فيجر بي او في الناحية التانية هتلاقي ان هو واخد سنة كيفوزز مع فورورد هيد، وده غلط. يبقى الصح انك انت تعمل الالاينمنت صح، دي اول حاجة هي الالاينمنت. بالنسبة للستابلايزيشن، الستابلايزيشن لازم هتثبت جوينت، بمعنى اصح لو انت شغال على ريكتس فيمورس هي شغال على تو جوينت، يبقى انت لازم هتثبت لي جوينت منهم. في المثال اللي قدامك ده هتلاقي في اول واحد هو مثبت الهب وهو بيعمل الريكتس فيمورس، على عكس الفيجر بي هتلاقيه ده سيلف ستريتش، هتلاقيه مثبت الديستال علشان يحرك البروكسيمال. لكن ما ينفعش انك تثبت لي الاثنين او انك تعمل موبيليتي في الاثنين، كده انت شغال غلط. هو ده الاستابلايزيشن. طيب امال ايه الانتنسيتي؟ الانتنسيتي هي قوتك في التعامل معاه، يعني المفروض انك تعمل توصل الرينج بتاعك، بمعنى انت بتعمل ستريتش للريكتس فيمورس ما ينفعش انك توصل يعني خليك في بدايات كده البلاستيك رينج، ما ينفعش توصل لمرحله ان البيشنت بيتالم من تحت ايدك. المفروض يبقى فير وتعمل يبقى سوري يبقى كده سوفت بسيط جدا، والحاله توصل معاك انها مرتاح، يعني في الم خفيف جدا بس، لكن ما يوصلش معاك انك يحصل بروتكتيف ميكانيزم والحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. بالنسبه للديوريشن، الديوريشن دي بتعتمد على حاجتين، على الوقت اللي انت هتعمل فيه الاسترتش، يعني انت هتعمله لمده 30 ثانيه مثلا، وكام ريبيتيشن. العلماء كل واحد ليه كلمته، واحد قالك اننا هنعمل لو عملت جربوا على الهامسترنج، دول كلهم كل العلماء جربوا على الهامسترنج، واحد قالك احنا هنعمل تو ريبيتيشن ل 30 ثانيه هتجيب افكت، واحد تاني قالك لا احنا هنعمل 6 ريبيتيشن فور 10 سكند، واحد تالت قالك لا احنا لو عملنا 180 ثانيه لليوم كله براحتنا بقى نوزعهم براحتنا، واحد تاني قال لك لا احنا نعمل واحده 15 واحده 30 واحده 45 ثانيه، يعني 3 ريبيتيشن واحده 15 واحده 30 واحده 45، واحد تالت قال لك لا على فكره لو انا عملت خمسه، لو هي الفكره في يعني مش مرتبطه بكده، يبقى انا لو عملت 5 ثواني ستريتش 9 مرات في اليوم ده مش هيجيب لي افكت برضه. طيب ايه الفيصل بقى اللي الكتاب هنا بيقولك عليه مش اللي احنا شغالين بيه؟ احنا ملناش دلوقتي دعوه باللي احنا شغالين فيه. البوكس الكبير ده اللي قدامك بيقولك ايه؟ بيقولك ان العلاقه على حسب حاجات كتير، على حسب الانتنسيتي، على حسب الديوريشن، على حسب الفريكوانسي والمود اوف ستريتش. دي حاجات ايفيدنس بيست. اول حاجه قالك ايه؟ قالك the lower the intensity of stretch the longer time the patient will tolerate stretching، بمعنى اصح ما ينفعش انك انت تعمل انتنسيتي يعني توصل لاواخر الالاستيك رينج وتقول لي هعمله 15 ثانيه او 5 ثواني او 10 ثواني، لا المفروض انك لونج ديوريشن. lower the higher the intensity the less frequency the stretching intervention can be applied، يعني ما ينفعش ان انا اعمل هاي انتنسيتي واكرر كذا مره، ما ينفعش ده غلط، لازم انك تشتغل بمعدل كويس. يعني انا اشتغل انهي احسن؟ الاحسن بيقولك انك تشتغل على low load يعني low intensity long duration، ده احسن حاجة، ده السيفست. جربوا على واحد عجوز عملوا 4 repetition، اول واحدة كانت 15 ثانية، بعد كده زودوا في الوقت خلوها 30 ثانية 45 60، قالك ان دي جابت نتيجة احسن بكتير من الستريتش اللي عملوه لحاجات تانية. يعني ده في الالدرلي، لكن انا لما هاجي اشتغل مع واحد يونج او ميدل ايجد قالك احنا بنشتغل على ثلاث حاجات. اول حاجه لو انا هشتغل على اللور اكستريميتي ممكن اشتغل ستريتش ديوريشن 15 30 45 60 او 120 ثانيه للور اكستريميتي، تمام بنفس الترتيب ده، تمام. لكن انا ممكن اشتغل ستريتش سايكل 30 و 60 ثانيه ديوريشن ابلايد تو ذا هامسترنج فور 1 ريبيتيشن ديلي، يعني ممكن اعمل 30 لستين ثانية اعملها مرة واحدة في اليوم، دي كويسة جدا، او اعمل 30 ثانية بس مرتين في اليوم يجيب لي يحسن لي الهامسترنج فليكسيبيليتي خالص.
قال لك لو جات لنا حالة عندها في الجاستروكنيميس في شورتنينج، قال لك لو عملت دقيقتين بس باسيف ستريتش هيعمل لي ترانزيانت، يعني يعني هيخفف لي الموضوع لمدة صغيرة، على عكس لو عملت من 4 ل 8 دقايق هيحسن لي، هيقلل الستيفنس ده لمدة 20 دقيقة افتر ستريتشنج. طيب لو الحالة اللي جاية لي دي حالة كونتراكشر، يعني ايه كونتراكشر؟ يعني اتحولت لفايبروس. قال لك لو عملت من 15 ل 30 ثانية ستريتش ريبيتيشن كتير قوي مش هتجيب اي نتيجة. قال لك لازم تعمل برولونجد ستاتيك ستريتش وذ اورثوتكس، لازم تلبسه كبيرة لمدة طويلة، هتبقى مور افكتيف زان انك تعمل سيفرال ريبيتيشن بس لمدة صغيرة. اما بقى الفريكوانسي لواحد كويس ما عندهوش اي مشكله، حتى الهايبوموبيلتي اللي عنده دي حاجه خفيفه جدا، تمام، المفروض ان هو ما يعملش اكتر من مرتين في الاسبوع. ليه؟ علشان البيشنت ده كده ممكن يعرض نفسه لمشاكل، لكن لو هو بيش على عكس البيشنت اللي عنده باثولوجي لازم اكرر الفريكوانسي يبقى اكتر علشان احسن الرينج اوف موشن. الايفيدنس بيزد بقى قال لك ايه؟ قال لك اننا لو لازم نعمل 30 ثانيه، ال 30 ثانيه افكتيف في حال في المشاكل الهامسترنج ومشاكل الكف عموما، ال 30 ثانيه دي بالريبيتيشن، في الريبيتيشن الواحده دي بتبقى افكتيف اكتر من اي حاجه تاني. الدراسات بقى ان الاستاتيك ستريتش هو اكتر نوع افكتيف اكتر من اي نوع. الاستاتيك ستريتش هو ببساطة بيعتمد على الاستاتيك ريلاكسيشن اللي احنا قلنا عليها، انك بتاخد الجوينت بتاعك لغاية لما يحصل ريلاكسيشن في المصل وتسيب ايدك، ده ببساطة. في حاجة بعد كده اسمها سايكليك ستريتشنج. سايكليك ستريتشنج بمعنى اصح بنطبق الستريتش بتاعنا شورت ديوريشن بعد كده، بس بيبقى جرادولي، يعني السرعة بتاعتي بتبقى جرادولي جرادولي ابلايد وريليزد، وبعد كده لما يعني بعد ما اشيل ايدي بعد كده اعمل ري ابلايد، تمام، كذا مره كذا مره كذا مره. لك بقى انهم هما الاثنين واحد، السايكليك ستريتشنج هو هو الاستاتيك ستريتشنج، الفرق بينهم حاجات طفيفه لا تكاد تذكر. في عالم بقى جه يقول لك الفرق بينهم هما الاثنين، لا ان الاثنين واحد، ممكن يكون السايكليك ستريتشنج ووز مور كومفورتابل ذان برولونجد ستاتيك ستريتش. بس نيجي بقى للسبيد اوف ستريتش، قال لك مهم انك تعمله سلولي علشان تبروتكت الماسل، علشان ما يحصلش فيها اي مشاكل او اي انجري زي ما احنا قلنا والحاجات اللي شرحناها من اول الفيديو. بعد كده المود اوف ستريتش، المود اوف ستريتش بيعتمد على ازاي بتطبق الاستريتش بتاعك ومين اللي بيطبقه، هل هو سيلف ستريتش، هل هو ميكانيكال، هل هو مانوال. مود اوف ستريتش بيعتمد على الحاجات اللي احنا قلنا بتاثر عليه، سواء التشو هيلينج، سواء الكواليتي والليفل بتاع التشو، سواء الكرونيسيتي، الحاجات دي. بعد كده المانوال ستريتش، ايه المانوال ستريتش ده؟ ان واحد هو اللي بيطبقه، ان الدكتور او الفيزيوثيرابيست ده هو اللي بيطبقه، هو اللي بيعمل استابلايزيشن، هو اللي بيعمل بيحدد الدايركشن، هو اللي بيعمل ريت اوف ابلكيشن، هو اللي بيعمل كل ده. بعد كده الكونسيدريشن فور سيلكتنج الميثودز، ازاي بتحدد الميثود اوف ستريتش؟ بيعتمد بقى على الاكزامينيشن بتاعك، هل المشكله في الامبيرمنت ده اللي حصل في انهي تيشو بالظبط؟ انهي is evidence of pain or inflammation، في pain او inflammation، في hypermobility ولا hypomobility زي ما شرحنا في اول فيديو خالص. what is the stage of healing of restricted tissue، هو الهيلينج بتاعه وصل لانهي مرحلة، هل في اي باثولوجي هو اللي بيأثر لي، هو اللي بيعمل لي المشكلة دي وممكن الستريتشنج ده يأثر بتأثير عكسي، في اي ديزيز او deformity حصلة هتأثر لي على الستريتش، هل البيشنت ممكن يعمل معايا يساعدني ويعمل اكتف اسيستد، هل الموضوع محتاج اسيستنس علشان خاطر يثبت لي ويعمل لي ستابلايزيشن، طب الابليكيشن بتاعك هتطبق ازاي؟ المانوال ستريتشد بتبدا بيه بحيث ان هو مش قادر يعمل سيلف ستريتش او مش قادر يعمل لوحده، بمعنى اصح انه بعد فتره هو اللي هيعمله في البيت، هو اللي هيعمل لنفسه، هو اللي هيعمل سيلف ستريتش، هو هيبدا النيورو ماسكولار كنترول بتاعه يبدا يتظبط فهيقدر يعمل. هنوقف لحد هنا، انا جورجيوس كنت معاكم، وان شاء الله المرة الجاية هنكمل الشابتر كله، هيبقى فاضل جزء واحد بس.